أهلا أهلا، يلا نعمل كيكة التمر بالشوكولاتة بطريقة كتير سهلة وبنكهة عربية، وكتير رح تحبوه ورح تدمنوها كمان. عندي 4 بيض بحرارة الغرفة، منضيف عليها الفانيلا وبنخفق لمدة 3 دقايق، بنرجع منضيف السكر وبنخفق لنحصل على خليط كريمي، بنرجع منضيف السمنة والزبدة والحليب والتمر اللي أنا نقعته بمي سخنة، نرجع منضيف المواد الجافة. أنا رح أكتب كل شي بالوصف، منضيف القرفة والبيكنج باودر والبيكنج سودا ورشة الملح، ومنحرك لحتى يتجانس معانا الخليط كتير منيح. منحطهم بالقالب فيه ورق زبدي ومندخله فرن حامي مدة 40 دقيقة لدرجة حرارة 150، نرجع منطفي تحت ومنشغل فوق لمدة 5 دقايق. شوفوا الكيك ما شاء الله بجنن وهش كتير. منيجي بعدين منكون مجهزين الكريمة، منضيف الكريمة ومنضيف عجينة الكولاج اللي أنا محمصتها بالفرن بالسمنة، وبصير جاهز للتقديم مع الكريم كراميل وصحتين وهنا.